طيب هسألك على ريال مدريد والصفقة الذهبية اللي أتمها في الفترة الأخيرة، وهو صفقة جود أو عفوا كيليان مبابي، الصفقة اللي هزت العالم. هل تأخرت هذه الصفقة بالنسبة لريال مدريد؟ سيكون مثمر جدا لريال مدريد. أنا على تواصل معهم حتى الآن ومع الإدارة، وأستطيع أن أقول أن هذه الصفقة رائعة لريال مدريد. ربما بناء على الضغط الذي يتعرض له النادي نرى بعض الاهتزاز في الأول، ولكن أستطيع أن أقول أن اللاعب رائع، وأيضا مهمة المدير الفني ستكون كبيرة للتعامل مع كل هذه الأسماء الكبيرة. أعتقد أن هذا أيضا أمر رائع لمبابي، لأن اللاعب لا يزال شابا وسيجد طريقه للعب مع الفريق. أعتقد أن الفريق سيتطور على المستوى الجماعي، وسنرى ريال مدريد يستقبل واللاعبين يستقبلون مبابي بأذرع مفتوحة بالطبع. السؤال اللي بيتسال في كل العالم الان، مبابي هيلعب فين في طريقه لعب ريال مدريد في وجود فينيسيوس، في وجود رودريجو، في وجود بيلينغهام، في وجود فالفيردي، مبابي مكانه هيكون فين؟ Well, that's not the problem. That's the luxury situation. اعتقد انه موقف صعب لصديقي كارلو انشيلوتي ان يقرر للموسم الجديد والتشكيله للموسم الجديد، ولكن اللاعبين الكبار الذين ذكرتهم جونيور ومبابي اللاعبين الكبار يمكن ان يتوظفوا في اي مكان، يمكن ان يلعبوا في اي مركز يحدده المدير الفني، ولكن مبابي لاعب ديناميكي او لاعب حركي جدا، ويمكن ان يلعب في اي مكان وخصوصا في الجانب الايسر في خارج منطقه الجزاء. يمكن ايضا ان يجيد في الكثير من المراكز، ولكن كارلو انشيلوتي يستطيع أن ينظم هذا الأمر، لأن اللاعبين الكبار يمكن أن يلعبوا بأي شكل. رأيت كثيرا في الفترة الأخيرة الكثير من التشكيلات بالأسماء الكبيرة، واستطاع الموظفين أن يوظفوه المدربين أن يوظفوهم بشكل جيد. إذا كان لديك الإعداد الجيد للاعبين فيمكنك أن تلعب في أي مركز في الملعب إذا كنت كذلك.